نرحب بك كابتن خالد راضي عبر السعودية الرياضية. كابتن نقول لك يعطيكم العافية، 3 أهداف أقلقت الجمهور النصراوي، كانت يعني صعبة جدا. أول شيء الحمد لله، أهم شيء كسبنا المباراة. يعني صح أن الفريق ما ظهر بالمستوى المطلوب بالذات في الشوط الأول، وحتى يعني الأهداف لو تشوفها يعني ممكن تقول أخطاء، يعني ما يبي يعني ذيك التكتيك أو شيء من فريق النجراني، بس الحمد لله يعني كانت مباراة صعبة شوي علينا، بس الحمد لله قدرنا نكسب المباراة. كابتن يحملون خالد راضي أخطاء الأهداف هذا اليوم، هدفين يتحملها خالد راضي؟ والله شوف الكرة أخطاء، يعني أوكي ممكن أنا أتحمل الهدفين، بس الحمد لله يعني العيال عوضونا اليوم وسجلوا 3 أهداف وقدرنا نكسب المباراة، وهذا أهم شيء. يعني ما في أحد معصوم على الخطأ، الكل يخطي، والحمد لله إن شاء الله أن الأخطاء هذه راح استفيد منها إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. لكن خطأ الحارس مكلف خالد. هذه أنا شو أقول لك، يعني لا هو أنا أول حارس ولا آخر حارس اللي يخطي، يعني طبيعي الكرة يعني اليوم ما كان يومي، وإن شاء الله أني أعوض الفريق في المباريات القادمة بإذن الله. كابتن أنت كنت كاشف الملعب، وين كان الخلل ممكن في فريق النصر، أو وين كانت الصعوبة في فريق النجران؟ ما في خلل ولا في شيء، والله هم العيال كانوا شوي يعني باردين الشوط الأول، يعني الكرات مقطوعة ما في تركيز، الشوط الثاني تحسن الأداء والحمد لله قدرنا نكسب المباراة. جميل، المباراة القادمة كابتن خالد لا تحتمل أخطاء، الجمهور يعني مستعد جدا للمباراة القادمة، مباراة الهلال والنصر، طبعا مباراة سوف تكون قمة وديربي العاصمة. طبيعي يعني إن شاء الله أن أهم شيء عدينا المباراة هذه، كانت مباراة صعبة أن صعبنا على أنفسنا، يعني أنا يعني فعلا يعني أنا ما كنت في يومي وأعتذر، يعني سواء للعيبة أخو اللعيبة يعني بغيت أضيع مجهودهم، وحتى أعتذر للجمهور يعني ما كنت في يومي، وإن شاء الله المباراة الجاية أعوضهم إن شاء الله، وإن شاء الله راح يكون فريق إن شاء الله حاضر بإذن الله، وأنا أكون حاضر معهم بإذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيك.